مرحبا بكم من جديد. شهدت الساحة الرياضية في السنوات الأخيرة ظهورا قويا ومتصاعدا لكرة القدم النسائية، وبرزت عدة مواهب أنثوية تنافس مواهب الرجال. وبطبيعة الحال لا تحظى كرة القدم النسائية بالشهرة والمتابعة نفسها التي يحصل عليها النجوم الرجال، إلا أن هناك عدة لاعبات أثبتن قدرات مذهلة، وبجانب قدراتهن الكروية الفذة تملك عدة لاعبات جمالا أخاذا يؤهلهن للعمل كعارضات أزياء. ونستعرض في هذا التقرير أجمل 5 لاعبات كرة قدم في العالم حسب تصنيف موقع سبورتس بيرسا. لكن قبل ذلك نأمل منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن ذلك يساعدنا كثيرا لتقديم المزيد من التقارير المميزة. أليكس مورغان، المهاجمة الأمريكية صاحبة 31 عاما، بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2008 ولعبت مع عدة أندية بالولايات المتحدة، وانتقلت إلى أوروبا من بوابة أولمبيك ليون الفرنسي قبل أن تنضم إلى توتنهام الإنجليزي في الصيف الحالي. أدريانا ليونا، بدأت صانعة الألعاب الكندية البالغة من العمر 27 عاما مسيرتها الاحترافية في عام 2010 وتنقلت بين عدة أندية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتلعب حاليا في صفوف وستهام يونايتد الإنجليزي. لور بولو، الظهير الأيسر صاحبة 33 عاما، بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2003 ومنذ ذلك الحين لم تلعب سوى لفريقي كليرفونتين وباريس سان جيرمان في فرنسا. سيلينا فاغنر، لاعبة الوسط الألمانية البالغة من العمر 30 عاما، بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2007 ولعبت مع عدة أندية في ألمانيا. أليشا ليمان، المهاجمة السويسرية الشابة صاحبة 21 عاما، بدأت مسيرتها الاحترافية قبل 4 أعوام مع نادي يانج بويز السويسري، وانتقلت منه إلى وستهام يونايتد ناديها الحالي في 2018. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.